مرحبا، معكم Creative Aid. يمكن أن تكون البشرة الداكنة والباهتة بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس والتلوث البيئي أو حالة طبية وجفاف الجلد والإجهاد وخيارات نمط الحياة السيئة والاستخدام المزمن لمستحضرات التجميل القائمة على المواد الكيميائية. يحتوي هذا العلاج المنزلي على حمض اللاكتيك الذي ينعم ويوحد لون البشرة ويشد ويعمل على تفتيح البشرة، ويحتوي أيضا على فيتامين ألف وهو ضروري لنمو خلايا صحية ويعالج الجلد الباهت، وتحتوي أيضا على فيتامين سي وهو مضاد للشيخوخة ويعيد شباب ونضارة الجلد، وتحتوي أيضا على فيتامين B6 ضروري لتكوين خلايا جلد جديدة وتبقي البشرة رطبة وصحية، وأيضا تحتوي على الكالسيوم الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة الجلد، وتحتوي أيضا على البوتاسيوم الذي يرطب ويعالج الحكة في الجلد الجاف، وتحتوي أيضا على المغنيسيوم الذي يعيد شباب ونضارة الجلد ويكافح آثار الشيخوخة. إذا دعونا نبدأ بصنع القناع. قم بإضافة ملعقة طعام واحدة من مسحوق الحليب وملعقة طعام من العسل. وملعقة كبيرة من عصير البرتقال، ثم قم بإضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح. تخلط المكونات جيدا، ثم ضع هذا القناع على وجهك ورقبتك النظيفة واتركه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسله بالماء البارد. للحصول على نتائج فعالة استخدم هذا القناع مرة واحدة كل يومين لمدة شهر، ولون بشرتك سوف يكون بلون فاتح تدريجيا، ولن تتوقفي على النظر إلى جمالك بالمرأة. نشكر متابعتكم، اضغط لايك واشترك في قناة Creative Aid للمزيد من المقاطع المنوعة والشيقة.